Happy birthday to you. 야, 하빕. برأيك شو رح يعمل شو رح يعمل مسلسل خمسة ونص بغير مسلسلات؟ شرقة رح يترك بصمك في يلا جوزيف أنا؟ إيه لا غير جوزيف نادين في شبه بين بين خمسة ونص لحظة ما تزقف ولا يخلص جمل بين خمسة ونص سبعة ونص وفيلم بادي جارد بادي جارد صدقني مش حاضرة بادي جارد اوكي انتوا بتستعملوا تكنيك المراية اوكي يعني بتستعمل المراية بتستعمل المراية وبتحفظ الدور وبترجع بتعيديها المراية كله نايم بس بتستعمل التكنيك لا لا شرقي 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 ما بستعملها ابدا للمرايه لا بس بدي اعمل ريتوش على الست وما بحبها ابدا للمرايه وبكره دولي من قلبك دولي ايه؟ فضي كله مضيد كده انا فايق خدي معك بالون هلا لجورج لما تفوت صعب واحد يوازن بين القلب والعقل شرقي نادين روحك شرقي نادين سمعونا بس نادين لا هو مش مفروض لازم يعني تعملي بالانس بين عقلك وقلبك بس اوقات يعني مجبوره تحكمي قلبك لانه بمواقف مجبوره عليها وفي اوقات ما فيك بدك تحكمي عقلك مع بيير ضروري تحكمي هلا ما حدا عم يحكم منى انا ما اه داريس يلا يلا داريس اعمال قبل يلا كله كله يلا داريس يلا خلي ايه كله كله لا بعد هل سمعونا سمعونا شو اكثر شو اكثر شو اكثر فضيه فضيه بس لحظه سمعونا كلكم بعد هالمشوار كيف نادين الجيل اختار الدور التالي تبعها؟ رجعت رجعت خلصوا خلصوا صدقني طلع مثل بونان بعد هالمشوار الفني كيف بتنقي نادين جيم الدور تبعها الدور التالي تبعها؟ كل ما بعمل مسلسل على طول بفكر انه لازم السنه اللي بعدها اعمل شيء احلى من اللي لعبته، اهم شيء انه نوع بالادوار، مثلا السنه الجايه كثير حابه انه يشوفوني بصوره ابدا ما بتشبهني بولا شيء شافوكي هلا ولا شيء منى منى